كان الواحد منهم إذا دخل حجرة ووجد فيها مصحفا لا يمكن أن يخرج بوجهه من الحجرة، إنما يخرج بظهره إلى وراء حتى لا يعطي مصحف ظهره. إكراما لكتاب الله، إكراما لكتاب الله. إذا دخل أحدهم حجرة ووجد فيها مصحفا لا يرضى أن يخرج من الحجرة بوجهه حتى لا يولي المصحف ظهره، إنما يخرج بظهره ليولي المصحف وجهه. هكذا كانوا يحترمون القرآن.